اسمي كرولوس، سنة تالتة إعدادي. المواهب بحب إن أنا يعني أستفيد بالكمبيوتر على قد ما أقدر. أنا اكتشفت نفهم عن طريق الصدفة، كنت بدور على شرح درس في اليوتيوب فجي قدامي فيديو من موقع نفهم، فاكتشفت عن طريقة بعد كده نفهم. أنا عجبني فيه جدا إن مش بس إن المدرسين هما اللي بيشرحوا، إن طلاب ومدرسين. أنا اشتركت في المسابقة لأني حسيت إن أنا ممكن أنفع حد تاني في الشرح، وفي نفس الوقت إن أنا لو كسبت هيبقى ليا جايزة. الحمد لله ده حصل. الدروس اللي أنا شرحتها هو كان درس في قصة طموح جارية، دوت الدرس اللي أول مرة أشرحه اللي هو كسبت بيه، وطبعا حسيت بفرح جامد قوي لما اكتشفت إن أنا كسبت. بيفيدني شرح الدرس كتير لأن أنا بثبت المعلومة عندي، وفي نفس الوقت بديها لواحد تاني إنه يستفاد منها. أنا بصراحة ما بستخدمش نفهم غير في وقت الفراغ اللي هو بعد المذاكرة، غير كده بيبقى صعب، غير لو عايز في درس مش فاهمه، لكن لو هسجل درس أو هعمل أي حاجة على الموقع تاني بيبقى بعد المذاكرة. أنا حلمي بإذن الله لا إما طب لا إما هندسة، لسه محددتش. أنا اسمي ندى محمد فهيم، مدرسة لغة عربية للصف الأول إعدادي. اكتشفت موقع نفهم من خلال دخولي على المواقع بالصدفة، لقيته موقع شيق به العديد من الدروس الخاصة بجميع الفروع، واستفاد منه الأطفال والأولاد والطلبة في المدرسة. اللي عجبني إن كان في أسلوب شيق، إن في دخول طلبة وفي بعض من المدرسين، والطلبة أجادوا طريقة الأسلوب حسب قدراتهم وتفاعلهم مع الدرس. بالنسبة للأساتذة كان أسلوبهم مبدع وشيق في إلقاء الدروس بكذا طرق مختلفة عن طريق التعلم النشط من خلال فهمهم للدرس نفسه. اللي شجعني في دخول المسابقة إن تجربة جديدة أول مرة أعملها، وكان نفسي إن أنا يعني أحتل المركز الأول، والحمد لله تعبت لغاية ما وصلت المركز ده الحمد لله. الدرس اللي شاركت بيه درس قراءة للصف الأول الإعدادي اسمه نور وجغرافيا، ولما عرفت خبر إن أنا فزت في المسابقة مش عارفة أقول يعني انتابني شعور إيه، إن الحمد لله ربنا وفقني إن أنا قدرت إن أوصل حاجة كويسة للطلبة يستفيدوا منهم يستفيدوا بعلمهم من خلال شرح المبسط للدرس. أنا استفدت من الدروس إن بدأت إن أطلب من خلال طلبة عندي في الصف الأول إعدادي الدخول على الموقع ومتابعة كل جديد بينزل على موقع نفهم. بتختلف من طالب لطالب الإبداع، طرق الشرح مثلا كان في حد بيدي تمهيد، بعد كده شرح الدرس نفسه، بعد كده في تدريبات شيقة، في كان بيدي بعض طلبة بيدوا ملخص للدرس برضو بيفيدنا إنه بيسهل معلومة أسرع للطالب كده يعني حسب المفهوم. بسجل الدروس دي في المدرسة بعد اليوم الدراسي. أنا عشان مدرس في مدارس المنار لغات، رفعنا دروس كتيرة على موقع مدرسة المنار حديثة اللغات من خلال شرح بعض دروس لجميع المراحل بالنسبة لصف اللغة العربية عندي، وشرح الدروس بطرق شيقة ومبدعة من خلال سمارت، من خلال ستار، حسب المادة اللي أنا استعملتها فيها. الحلم اللي أنا أحبه إن كل الطلبة يستفيدوا من شرحنا ويوصلوا بأسرع حاجة اللي هم أملهم من خلالنا إحنا.